بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم موجه مطبخ ام باسل. حبينا نغير بقى عن الحلويات اللي احنا التقليديه اللي متعودين عليها، ونغير شويه من الكنافه. فقلت اجيب كوبايه دقيق وكوبايه سميد موجودين عندي من غير بيض خالص، واعمل القمر اللي انتم شايفينه ده، حاجه كده طعمه كده ولذيذه، يعني احلى من الكيكه واطعم من البسبوسه، يعني حاجه روعه. تعالوا ايه نقطعها جوه الفيديو ونشوفها من جوه عامله ازاي، ودي مكوناتها ايه. بسيطه خالص وسهله، هتقومي تعمليها متاكده وواثقه بعد الفيديو على طول. تعالوا ما نتكلمش كتير، تعالوا نشوف الطريقه ونشوف المقادير ونشوف الحلويات العسل الجميله دي الجديده اللي كل الجديد من عند مباسل هنعملها ازاي. بس قبل ما نروح نشوف الفيديو النهارده، فضلا وليس الامر ما تنسينيش اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من مطبخ مباسل. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونعمل القمر اللي انتم شايفينه ده. يلا بينا. نسمي بسم الله. عندي كوباية دقيق، كوباية سميد بسبوسة من غير أي مكونات خالص، أنا استخدمت النوع ده. ممكن تجيبوا سايب عليهم كيس بيكنج باودر، عليهم معلقتين جوز هند، رشة ملح، ودي تبقى عندي المكونات اللي هي الدف. هقلبهم هركنهم على جنب، وتعالي نشوف المكونات السايله، يعني بسيطه خالص وبدون بيض. عندي بوله تانيه، هجيب علبتين زبادي اي نوع تستخدميه، هو الحجم العادي ده، فضيهم هنا كده. ادي واحد، ادي العلبه التانيه. عندي كوبايه من الزيت على كوبايتين الزبادي، كوبايه من اللبن، رشه فانيليا، وهضرب الحاجات دي كلها كده مع بعضيهم بالمضرب اليدوي، مش محتاجه لا خلاط ولا مضرب كهربائي ولا اي حاجه. بصوا بيدوبوا بسرعه ازاي، مفيهاش اي مشكله خالص. هبتدي اجيب مكونات الجافه اللي احنا جهزناها وانزل بيهم كده. بسم الله. وهزود عليهم كوبايه سكر، ونقلب بقى كل الخليط ده كده، خلاص تبقى وصفتنا خلصت. جاهزة عندي بقى صينية مدهونة دهنة سمنة بس مش هبطلة. بصوا هو الخليط ده، جاهزة عندي صينية مدهونة دهنة سمنة كده. بسم الله. احط الخليط. بسم الله. بصوا ده قوام الخليط، والفرن عندي شغال على درجة حرارة 180، بحطها في الرف اللي في الوسط. ابتدي اوزع الخليط كده، حطيت الخليط وسويته زي ما شفتوا في الفيديو. تعالوا بقى نحطها في الفرن على درجة حرارة 180 على الشبكة، ولما تطلع نشوفها مع بعض. الصينية بتاعتي في الفرن مجهزة كزلونة، فيها كوباية سكر على كوباية مية، ونحطهم يغلوا على النار. مجرد ما يغلوا هنروح طافيين عليهم. الصينية بتاعتي طلعت اهو زي ما انتوا شايفين، الشربات عندي سخن يدوبك غلي، ورحت طفيت عليه. احط عليه نقطتين فانيليا واقلبه، وابتدي اسقي بيه الصينية اللذيذة بتاعتي دي اللي احلى من الكيكة واطعم من البسبوسة. بسم الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، سهلة ولا بيض ولا اي حاجة مكلفة خالص، كله موجود في البيت عندنا. تهدى بقى كده، ونروح ايه مقطعينهم، ونشوف بقى الجمال والحلاوة والطعام. بجد انا مش قادرة استنى لما هي تبرد، فانا هقطعها كده من جمالها كده وندقها على طول. ايه رأيكم حبايبي في الجمال اللي انتوا شايفينه ده؟ كان المفروض اسيبها تبرد، بس بصراحة من جمالها وحلويتها او حلاوتها مش قادره بصراحه اسيبها تبرد. بصوا كمان نحط عليها بقى
قشطة كده من فوق. واو شايفين؟ يا سلام على حلوياتك يا ام باسل، بجد بجد فظيعة، لازم لازم تقوموا تجربوها. شايفين؟ شايفين الطراوة؟ سكرها مظبوط جدا، وبصوا طرية وهشة، جميلة جميلة على الآخر بجد بجد. اللي مش هيجربها يا جماعة هيفوتوا كتير جدا. شايفين الصينية من جوه عاملة ازاي؟ بس طبعا انتوا تسيبوها ايه تبرد، هشة وجميلة لذيذة كده، حاجة كده حلويات كده جديدة ومختلفة مش مكلفة، من غير بيض، وهتحطيها في الفرن على طول، وكوباية سميد مش هتكلفك اي حاجة خالص. دي كانت الحلوة بتاعتي النهاردة، يعني احلى من الكيكة واطعم من البسبوسة. يلا امي بقى جربيها وقولي رأيك الجميل ايه. لو عجبك الفيديو بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناة ام باسل، واشوفكم على الف خير ان شاء الله. بس وصلوا سريعا مطبخ ام باسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.